السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير، أخوكم أبو رياض. طبعا عندي هنا جيف شنر 2017، ينطبق على أغلب السيارات اللاند كروزر أو حتى التاهو اليوكن أو سيارة طبعا الرجل يشكي على سرعة 124 أو من 100 إلى 120 فيها رجة، ورجة ملحوظة. الرجل يقول رصص أكثر من مرة. كفرات طبعا جديدة، بس أنا نقص الكفرات اللي كان الهاو والكفرات على 40، تقصها على 35 كمان ما فاد. فلما جاني فضول إن أرفعها على الرافعة عشان أشوف فضاوة الفلنجات، فطلعت كلها سليمة. لكن اللي جاني فضول إنه أشوف الرجة أو التحبيلة. طبعا لاحظوا عندي الكفر هنا في انخفاض ونزول بسيط جدا ما يذكر، يعني هذا يعتبر طبيعي الآن. الكفر لاحظوا عندي هنا النزول والانخفاض طبيعي جدا. طبعا انت اللي لاحظوا وين لاحظوا ما بين الكفرات وما بين الأرضية البيضة هذه، إذا كان فيه طلع ونزول يبين إن فيه تحبيل أو شيء. طبعا هذا برضه يعتبر سليم إلى الآن، أو ممكن حتى فيه يعني انخفاض. شوف الآن المستوى اللي تحت، تشوفون في لي تحت نهاية السلينات، شوف مستوى الانخفاض ويطلع ونزول. الكفر مو مستوي، تحسه يطلع وينزل، يعني هذا فيه تحبيلة بسيطة. لاحظوا ايضا الكفر الثاني هنا، طبعا ما شاء الله هذا يمكن اقل واحد فيهم. لكن اكثر كفر في الموضوع هذا يعني من جد يعني واضح وملحوظ، وممكن حتى بالشكل الواقعي يكون اوضح، يعني فيه خفوقة انخفاض ونزول خصوصا من هذا الجهة. يعني لو تدققون العلامة البيضاء الخطية الأرضية حقت البنشر اللي بين النسافة هذه وبين الكفر، لاحظوا المسافات تطلع وتنزل ما هي ثابتة. وهذه أحد أسباب الرجة اللي هي التحبيلة. طبعا كفرات جديدة لكن ما شاء الله تبارك الله، يعني ما أدري، فأحد أسباب الرجة هي التحبيلة. تمنى جميعا إن شاء الله استفيد.